أبنائي الأعزاء، سلام الله عليكم. موعدنا اليوم مع أول درس من دروس الصف الثالث ابتدائي، وهو درس بعنوان الغابة المتحجرة. من الفيديو قدرنا نعرف ان درسنا بيتكلم عن محمية طبيعية اسمها الغابة المتحجرة. نقرأ مع بعض الدرس. قصة الغابة المتحجرة. أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة إلى الغابة المتحجرة، فأخذت أفكر ما هذا الاسم العجيب، ولماذا نذهب إلى غابة حجرية، وهل بها أحجار أم أشجار على شكل أحجار؟ وعندما عدت إلى المنزل وفرغت من واجباتي، ذهبت لأنام وأنا أتخيل شكل المكان وغرابته. في صباح اليوم التالي اصطحبتنا المعلمة إلى مكان عجيب يقع في حي القاهرة الجديدة، يسمى محمية الغابة المتحجرة، وتحتوي هذه المحمية على أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون. أخذت المعلمة تشرح لنا أن هذا المكان تكون منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان، وأن هذه الأشجار كانت من خشب تحول على مر العصور إلى حجر، كما أن هذه المنطقة تعد أثراً نادراً لا مثيل له في العالم من حيث الاتساع، ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، كما يكشف الكثير من الأسرار عنها. بعد أن فرغت المعلمة من حديثها، أخذت أتجول بالمكان لأستكشف المزيد من الأخشاب والأحجار. كل هذا وأنا لا أستطيع تخيل أن هذه المنطقة كانت ذات يوم غابة حقيقية زاخرة بالأشجار. وفكرت في أن أجمع بعض الأحجار الملونة وإحدى قطع الخشب المتحجر لأستكشفها أكثر بمعمل العلوم وأعرضها على أبي، فهو من محبي الآثار والطبيعة. إلا أن المعلمة استوقفتني قائلة: يا هاني،
هذه محمية طبيعية، فلم أفهم ما تعني، وسألتها: ماذا تقصدين يا معلمتي؟ ابتسمت المعلمة وقالت: لقد تم الإعلان عن أن هذه الغابة محمية طبيعية، وهذا معناه أنه يجب علينا أن نحافظ على كل ما بها من الضياع، حتى لو كان الغرض من ذلك هو إجراء التجارب والاستكشافات. قال هاني: أعتذر يا معلمتي، فمعك كل الحق، علينا الحفاظ عليها، فهي كنز تاريخي عظيم. بعد ما قرأنا الدرس، جه ميعادنا مع الكلمة ومرادفها. مرادفها اتفقنا يعني معناها. أول كلمة معانا: فرغت. أنا فرغت من واجباتي المدرسية. فرغت بمعنى انتهيت. تحول. تحول المكان إلى أثر نادر. تحول بمعنى تغير وتبدل. هذه المحمية تعتبر أثراً نادراً. أثراً نادراً يعني مش موجود منه كتير بمعنى قليلاً. أثراً نادراً بمعنى قليلاً. مثيل. هذه المحمية لا مثيل لها في العالم. معنى مثيل هنا بمعنى شبيه. زاخرة. هذه الغابة زاخرة بالأشجار التي تحولت إلى أحجار. إذن زاخرة بمعنى مليئة. الغرض من زيارة المحمية هو التعرف على المكان واستكشافه. إذن الغرض بمعنى الهدف. ودلوقتي جه ميعادنا مع الكلمة ومضادها. مضادها اتفقنا بمعنى عكسها. كلمة فرغت. نأتي بالمعنى ومن المعنى نأتي بالعكس. فرغت بمعنى انتهيت. عكس انتهيت بدأت. التالي. التالي يعني اللي بعده. عكسها ما قبله أو السابق. عكس التالي السابق. عكس كبيرة. هذه المحمية كبيرة. إذن عكسها هذه محمية صغيرة. كلمة تحول. كلمة تحول معناها تغير وتبدل. عكس التغيير والتبديل الثبات. إذن تحول عكسها ثبت. نادرا بمعنى قليلا. عكس قليلا كثيرا. ابتسمت بمعنى ضحكت بدون صوت. عكس ابتسمت عبست. عكس القديمة طبعا دي سهلة. الحديثة أو الجديدة. عكس زاخرة. اتفقنا أن زاخرة معناها مليئة. إذن عكسها فارغة. يلا مع بعض نشوف الكلمة وجمعها. رحلة. رحلات. جمع الغابة. الغابات. جمع المكان الأمكنة. جمع المحمية المحميات. احفظ معايا سنة. الحياة الحيوات. جمع المنطقة المناطق. جمع الإعلان الإعلانات. جمع عظيم عظماء. نشوف مع بعض الكلمة ومفردها. أشجار شجرة. مفرد أحجار حجر. مفرد واجباتي واجبي. مفرد نباتات نبات. مفرد التجارب التجربة. مفرد الاستكشافات الاستكشاف. مفرد العلوم العلم. مفرد الأخشاب الخشب. أتمنى في نهاية الدرس إننا نكون استفدنا، وأشكركم يا سنة تالتة على حسن الاستماع.